توفير النقل المدرسي والداخليات بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا السيد نائب، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بعد المؤسسات التعليمية بالعالم القروي ووعورة والمخاطر ديال الطرق ثم الانتهاكات بالنسبة للتلميذات، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتوفير النقل والداخليات بالعالم القروي وشكرا. السيد الوزير، جوابكم. شكرا السيد نائب المحترم. دائما في نفس السياق ونفس الإشكال، وهو تم دروس في العالم القروي. أولا نبغي نأكد على أنه قضية النقل المدرسي جزء كبير منها طبعا من اختصاص اللجان الإقليمية، وكتبذل مشكورة واحد مجهود كبير وكبير جدا. ولكن اللي نأكد لك هو أنه في كثير من الأحيان تبذل المجهودات في سبيل النقل المدرسي، لكن هناك إشكال على مستوى المسالك الطرقية التي تؤدي إلى هذه المؤسسات. ولذلك اليوم انتقلنا من إصلاح التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتدخل حوالي 18 قطاع حكومي، منه قطاع الداخلية والنقل والشيبة والرياضة والتربية الوطنية وغيرها. نحن أمام مقاربة مندمجة ستمكننا إن شاء الله من تحقيق الهدف المرجو. بعض الأرقام في سياق ما تحدثتم عنه، عندنا حوالي 154 ألف مستفيد ومستفيدة من النقل المدرسي. من المنتظر أن يصل هذا العدد خلال الموسم الدراسي الحالي إلى حوالي 200 ألف. هناك مجهود كبير جدا، حوالي 40 ألف كإضافة جديدة. ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه الخدمة في أفق 2020-2021 إلى حوالي 235 ألف. لكن الإشكال لا يكمن هنا فقط في الحافلات، راه كيفما تفضلتي راه في المسالك الطرقية وفي ترتيب الزمن المدرسي. إذن فهي مقاربة مندمجة، وكنعتقد أن المجهود المبذول في هذا الاتجاه مقدر، ودائما سنسعى مع شركائنا إلى مزيد من تجويد هذه الخدمة وتوسيعها. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب للسيد النائب، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، الأرقام والمعطيات اللي أعطيتونا اليوم هي مهمة واستشرافية نحو المستقبل، وتنحيوكم على المجهود اللي بذلتوه هذه السنة باش يكون دخول دراسي متميز. إلا أنه السيد الوزير، العالم القروي اليوم مازال تيعاني وتيعاني كثير، وخاصة هذه الأرقام اللي أعطيتونا ديال هذا المدرسي هي أرقام مازال مرتفعة مقارنة مع دول مجاورة. الاتفاقيات اللي تديرها اللجان الإقليمية مع المجتمع المدني ومع المجالس ديال العملات والاقاليم، خص السيد الوزير التفعيل ديالها، لان الاسطول اليوم ديال النقل المدرسي اسطول متهالك، والحادثه ديال تنغير كما ذكروا الاخوان ليست عنا ببعيد. ولهذا خصنا واحد الدعم مادي ولوجستي وبشري باش نطوروا هذا الاسطول. القضيه ديال الداخليات، السيد الوزير انتم تعرفوا الداخليات الدور اللي كانت تلعبوا في زمن ليس بالبعيد، كانت هي واحد المحطه ديال الاستقرار النفسي وديال الدعم التربوي. اليوم الداخليه السيد الوزير كاين واحد الاكتضاد، واكتضاد مهول ناهيك على الاطعام المدرسي، رغم ان قلت بان زدتوا في الوجبه الغذائيه من درهم فاصل 40 الى 2 درهم، ولكن النقص مازال حاصل. كاين واحد المواكبه الصحيه والنفسيه ديال المرتبط. هل هناك من تعقيب اضافي؟ تعقيب اضافي فريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، تفضل. السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، فقط تحقيقا لهذه الاهداف والاهداف ديال الرؤيه الاستراتيجيه اللي عبرتوا عليها، وانصافا لاقاليم المملكه كنطالب الداخليه باقليم الشوكيتبها بكل من تنال تومسه وايتميل كنظرا للاكتضاد اللي كتعرفوا المنطقه والحاجيات المليحه، لان الوزاره تبرمج الداخليه بهاد الجماعات. وشكرا. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك، جاوبكم السيد الوزير، تفضل. شكرا السيدة النائبة المحترمة. فقط نعطي رقم إجمالي باش يعكس المجهودات التي تبذلها الدولة والحكومة فيما يتعلق بهذا المجال. العدد الإجمالي للداخليات حوالي 889 داخلية خلال الموسم الدراسي 2017-2018، سترتفع إلى 900
و17 الداخليه موزعه طبعا على التراب الوطني، منها نصف، اكثر من نصف 552 بالوسط القروي. عدد المستفيدين والمستفيدات من الداخليات والاطعام المدرسي راه وصل تقريبا 1.5 مليون، اي بزياده 17% بالمقارنه مع الموسم الدراسي المقبل السابق. شكرا السيد الوزير.